يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل الاهلاويه اللي بيتابعونا. عوده بعد غياب وحشتونا، ونتمنى ان احنا كمان نكون وحشناكم. راجعين لكم في يوم في منتهى الاهميه، واحد من اهم ايام ولقاءات الموسم ده. يمكن الاهلي وفاق الصيف النهارده طبعا على بعد ساعات من المواجهه المنتظره والمرتقبه في سبيل تحقيق حلم الاهلاويه كلهم وتحقيق النجم ال11 في تاريخ النادي الاهلي في بطوله دوري الابطال او رابطه الأندية الأبطال. مساء الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم. والحقيقة عندنا كلام كتير جدا نقوله، وأهمه وأوله التوقيت. التوقيت اللي يمكن يكون صعب واللي مزود شوية من حبل المباراة، مش بس على الجمهور لكن كمان على اللعيبة وعلى الجهاز الفني وعلى إدارة النادي الأهلي. رب ضارة نافعة هي المقولة الأنسب للظروف اللي بيخوض فيها الأهلي المواجهة. وجماهير النادي الأهلي مش قادرة تنسى أبدا ماتشاته الأخيرة في الدوري اللي خسر فيها 7 نقاط متتالية. كانت مفاجأة، كان مطب صناعي، كان حاجة ما كناش منتظرينها ولا متوقعينها، وخصوصا طبعا في ظل ثقتنا وفي ظل العروض الكويسة اللي قدمها نادي الأهلي من بداية الموسم لغاية الفترة الأخيرة. لكن بقول رب ضارة نافعة لأنها فرصة كبيرة جدا لتصحيح المسار، فرصة كبيرة جدا لمصالحة الجمهور اللي من حقه طبعا يكون زعلان. وخدوا بالكم واحنا بنتكلم على جمهور النادي الأهلي وهو زعلان، هو مش زعلان عشان خسر بطولة، المنافسة ما زالت قائمة والأهلي بعد مؤجلاته ممكن جدا يكون في صدارة المشهد مرة تانية. لكن الزعل هنا على المستوى وعلى الأداء، الزعل هنا على جمهور لا يرضى أبدا فكرة أنه يكون في المركز الثاني، لا يرضى أبدا أنه الأهلي يقدم عروض مش على المستوى. احنا بنتكلم على جمهور استمتع وفرح وافتخر بفرقته على مدار موسمين أخيرين حقق فيها الأهلي تقريبا معظم الألقاب، وخصوصا طبعا وأهمهم لقبين متتاليين لدوري الأبطال. ورغم كده، ورغم برونزيتين في كاس العالم، ورغم 2 سوبر أفريقيا، ورغم دوري وكاس، ورغم كده الجمهور زعلان لمجرد أنه الفريق خسر 7 نقاط في المنافسة على بطولة الدوري. مش خسر البطولة، ده خسر 7 نقاط، تعادلين وخسارة أمام المصري، قلبوا الموازين ولخبطوا كيان الجمهور. عشان كده بقول أنه اللقاء النهاردة فرصة كبيرة جدا لمصالحة جماهير النادي الأهلي. وقبل ما أتكلم على الأهلي وأطمنكم عليه، طبعا الحلقه كلها النهارده عن ماتش الاهلي وفاق الصيف، بس خليني شويه اقف مع وفاق الصيف، لانه الفريق ده ما كانش مرشح ابدا انه يوصل للدور نص النهائي، يعني ما كانش مرشح انه يكون من ضمن الاربعه الكبار. ويمكن مشواره في بطوله افريقيا السنه دي مش بالقوه او مش بالعنف، ويترجم ده وياكد على كلامي ده موقعه في جدول الترتيب في الدوري المحلي. وفاق الصيف بيحتل المركز التاسع في الوقت اللي بيواجه فيه النادي الاهلي النهارده، المركز التاسع بأعتقد 11 فوز، 7 تعادلات، 6 هزائم، وبالتالي موقفه في الدوري الجزائري مش أحسن حاجة. طبعا دي اللقطات اللي حضراتكم شايفينها على الهواء مباشرة، هو خروج الجهاز الفني واللاعبين من المحاضرة الفنية، ده انتهاء المحاضرة الفنية اللي ألقاها مستر بيتشو موسيماني قبل ساعات من لقاء وفاق الصيف. النهاردة طبعا زي ما انتم شايفين أحمد عبد القادر بيعود للمشهد، أليو ديانج بيعود للمشهد، والاثنين مرشحين بقوة ان هم يكونوا في القائمة الأساسية اللي هتواجه وفاق الصيف النهاردة. هرجع وأكمل كلامي. وليد سليمان طبعا خبرة طويلة جدا في مشوار الأهلي الأفريقي، هاني كريم فؤاد أكيد هيكون ليهم دور كبير جدا. هرجع مرة تانية أكلم حضراتكم على وفاق الصيف، لأنه الحقيقة فريق كان مفاجأة. إذا كنا بنعتمد إنه السنة دي تقريبا الناس كلها تتفق على إنه بيترو دي لواندا أو بيترو أتلتيكو الأنجولي هو الحصان الأسود اللي عمل مفاجأة ووصل بالفعل للدور قبل النهائي. والمناسبة اللي مش متابع قوي، أعتقد أنه الطرف الأول في مواجهة الأهلي بإذن الله إن شاء الله لو وصلنا النهائي هيكون الوداد المغربي، اللي تفوق ذهابا في لواندا في أنجولا بنتيجة 3-1، وتتبقى ليه مواجهة تانية على ملعبه يوم الجمعة اللي جاي. على كل أحوال الكلام يطول، هكلمكم على الأهلي وفاق الصيف، وأحاول أقرب معاكم أكتر من وفاق الصيف، ونشوف النهاردة شكل وطريقة لعب وتشكيل النادي الأهلي في المواجهة المهمة والمنتظرة. تعالوا بقى ندخل في أهم الأخبار والعناوين النهاردة. الأهلي يواجه وفاق الصيف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والخطيب يستقبل سفير مصر بالجزائر، رجال يد الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة الزمالك المصري في السوبر الإفريقي، ورابطة الأندية تدرس زيادة عدد الجماهير في الدور الثاني من الدوري الممتاز، قمة نارية تجمع بين ليفربول وتوتنهام، وأرقام جديدة تنتظر مو صلاح في البريمير ليج. قاعة
قاعدة مهمة جدا جدا خلوني ابتدي بيها الكلام على مباراة النهاردة، وهي انه ليس الافضل دايما هو من يفوز، والكلام ده ينطبق على مشوار وفاق الصيف نفسه، لانه الحقيقة وفاق الصيف في مواجهته للترجي التونسي في الدور الثمانية قبل مواجهة الأول قبل ما يوصل انه يواجه النادي الأهلي في الدور قبل النهائي، قابل الترجي التونسي ذهابا وإيابا. مباراة الذهاب كانت في الجزائر أولا، والمباراة دي انتهت بتعادل 0-0، وبعد كده لعبوا مرة تانية في تونس واستطاع فريق وفاق الصيف انه يخطف فوز بنتيجة 1-0 ويتأهل لمواجهة النادي الأهلي في الدور نص النهائي. لكن سيناريو المباراة بيقول عكس كده تماما، بل انه كمان اللي تابع الماتشات دي يقدر يقول انه الترجي التونسي في مباراة الذهاب الأولى في الجزائر كان يستطيع انه ينهي المباراة دي بأربع وخمس أهداف، يمكن أكثر من 10 فرص محققة خلقها الترجي التونسي على ملعب وفاق الصيف، وفشل فشل ذريع في انه يترجم واحده منها بس لهدف. مش بس كده، كمان خليني اقول لكم انه حارس وفاق الصيف هو واحد من ابرز واهم اللاعبين وسبب رئيسي في وصول النادي وفاق الصيف للدور قبل النهائي، هو حارس مرماه سفيان خضيريه اللي الحقيقه تالق بشكل لافت للنظر قدام في مباراتي الثمانيه، في المباراتين اللي جمعوا وفاق الصيف بالترجي التونسي وانقذ مرماه من عدد هائل من الفرص. لاعب مميز جدا، واعتقد كان ليه فضل كبير جدا في وصول وفاق الصيف لدور قبل النهائي. لكن في النهايه مباراه الكوره بتتلعب زي ما قلنا، الحسابات والفوارق والتوقعات والخبرات والبطولات كل ده شيء، وارض الملعب و90 دقيقه شيء تاني. والاهم من كده كمان انه مهم الاهلي يستفيد جدا جدا من سيناريو مواجهه رجاء البيضاوي. ليه بقول كده؟ لانه في المباراه الاولى كان بامكاننا الحقيقه ان احنا شويه تركيز بس، ان احنا يعني نحقق فوز عريض جدا على الرجاء ونمنعه من التسجيل، بحيث انه مباراه العوده تكون سهله، ما تكونش بالسيناريو الصعب اللي ضغط على اعصابنا على اللعيبه وعلى الجهاز الفني وعلى الجمهور في مباراه العوده في المغرب. اتمنى ان احنا نتفادى السيناريو ده، وخصوصا ان شاء الله باذن الله قادرين على ان احنا باذن الله النهارده ان شاء الله لو في احسن حالاتنا ان احنا نحقق فوز كبير يطمنا قبل ما نروح للمواجهه الصعبه في الجزائر، وهي بالتاكيد طبعا هتكون مواجهه صعبه جدا. طيب خلينا نروح لمعسكر النادي الاهلي الممتد، واللي يمكن استمر 6 ايام، اعتقد انها كانت فرصه كافيه جدا لمعالجه كتير من الاخطاء، لمراجعه الحسابات، لتصحيح المسار، واعتقد طبعا انه لاعبتنا والجهاز الفني استفادوا من ده بافضل شكل ممكن. محمد توفيق زميلنا موجود في مقر اقامه النادي الاهلي قبل ساعات بسيطه او قليله من المواجهه، خلينا نروح لزميلنا محمد توفيق ونعرف اخر اخبار المعسكر واستعدادات الاهلي لمواجهه النهارده. محمد مساء الخير. مساء الخير الزميل العزيز احمد سمير، تحياتي ليك ولكل مشاهدي برنامج السادسه في كل مكان ولكل جماهير النادي الاهلي بتتابعنا. اهلا وسهلا بيك محمد. يعني طبعا ما فيش شك ان كل ماتشات النادي الاهلي، سواء كنت بتكلم على ماتشات في بطولة أفريقيا أو ماتشات في حتى في البطولات المحلية، بيبقى فيه درجة تركيز في أعلى مستوياتها، لكن أعتقد أن اللقاء ده لقاء وفاق الصيف النهاردة ليه أهمية خاصة، وخصوصا بعد النتائج الأخيرة اللي حققها النادي الأهلي، فبالتالي مفترض أن الحالة النهاردة تكون مختلفة عن أي مباراة مهمة خاضها النادي الأهلي قبل كده. عايزك تنقل للناس وتطمن الناس الصورة من داخل معسكر فريق النادي الأهلي. في البدايه زميل عزيز احمد، عاوز اكد على الكلام اللي انت قلته في مقدمتك، يمكن ده نفس الكلام اللي قاله نصاً مستر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراه امس، اتكلم طبعا عن التركيز في المباراه وعن قوه فريق وفاق الصيف منافس الاهلي النهارده في مباراه الذهاب في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، انه فريق بيلعب كره هجوميه خاصه خارج ارضه، وده طبعا اللي شفناه في مباراه الترجي في مباراه العوده. اتكلم كمان على ان الكوره بتدي بس اللي بيديها في الملعب، ما بتعترفش بالتاريخ او بالفروقات التاريخيه ما بين الفرق، ولكن اللي بيلعب في الملعب واللي بيكون معاه التوفيق والاكثر حظا في خلال ال 90 دقيقه هو اللي بيبقى الحائز على الفوز او بيحقق النتيجه الايجابيه في النهايه. عايز اكلمك بقى عن حاله التركيز اللي كنت لسه بتكلم عليها زميل عزيز احمد، يمكن حاله كبيره جدا من التركيز خاصه لصعوبه المباراه. ما فيش فريق بيوصل للنصف النهائي هيكون فريق سهل او فريق سهل المنال، لا بالعكس جدا، فريق لو فاق الصيف سواء في المباريات اللي عملها في المجموعه وانه فاز باكثر من مباراه خارج ارضه، وكمان اخرها مباراه الترجي في دور الثمانيه، ده طبعا في حسبان الجهاز الفني للفريق واللاعبين، وطبعا بيتكلموا في كل هذه النقاط. يمكن مستر بيتسو موسيماني كمان قال ان هو بيدرس كل لعيب ويعني امكانياته الفرديه قبل الجمعيه كل لاعب على حده، ودوت وراه للاعبين سواء في محاضره الفيديو اللي سبقت
مران الامس الاخير او كمان النهارده في المحاضره الفنيه اللي لسه منتهيه حالا من اقل من 10 دقائق. لكن عاوز اقول لك اهم ما حدث يعني ان فور انتهاء المحاضره يمكن الجهاز الفني بالكامل خرج وبقى اللاعبين بس في غرفه المحاضرات. كان في جلسه خاصه ما بين محمد الشناوي كابتن الفريق وكباتن الفريق واللاعبين الكبار وباقي اللاعبين. يمكن اللاعبين حاله كبيره جدا من التركيز زي ما قلت لك، مباراه في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، مباراه مش سهله بالمره، منافس قوي، منافس تخطى كثير من الصعاب طبعا في احداث مفاجآت. فطبعا النهارده انت عايز تلعب علشان يعني تتفادى انه يحصل مفاجاه في المباراه، وزي ما انت قلت سيناريو مباراه الرجاء اكيد حاضر واللاعبين مركزين عشان يكون النتيجه افضل ويكون الحسم يا رب باذن الله بنتيجه ايجابيه في المباراه الاولى، خاصه انك عندك مباراه صعبه تاني بعد اسبوع في الجزائر. يمكن السمه المميزه يا احمد للمعسكر طول معسكر طويل، وكان في طبعا كلام كتير ان اللاعبين مركزين جدا، اللاعبين بيتكلموا مع بعض كتير جدا، بيشدوا من اذر بعض، يمكن اللاعبين كلهم قلبهم على قلب بعض، وده واضح جدا في زياره عمرو السوليه واحد من اهم اللاعبين واهم الغيابات اللي من النهارده عن مباراه وفاق ستيف طبعا للاصابه، ولكن كان حريص انه يكون متواجد مع زملائه يتكلم معاهم يشد من اذرهم بوصف واحد من كباتن الفرقه. كل اللاعبين والجهاز الفني مدركين مدى صعوبه هذه المباراه، زي ما قلت لك مباراه في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، مباراه توصلك مباراه نهائيه، استحاله تكون مباراه سهله، خاصه ان كل الفرق او اضلاع المربع الذهبي كلهم فرق قويه. طبعا شفنا يمكن المباراه الاولى كمان اللي كانت ما بين بيترو اتلتيكو الانجولي والوداد المغربي، يمكن اللاعبين والجهاز الفني يعني مركزين لدرجه ان هم ما رضوش يتفرجوا على المباراه. يمكن كابتن سيد عبد الحفيظ كان في وقت تناول وجبه الغداء كانت المباراه شغاله، كابتن سيد يعني افضل ان كل اللاعبين والجهاز الفني يركزوا في مباراه اليوم، ما يتابعوش مباراه اللي كانت شغاله في وقت الغداء اللي هي بتاعت بيترو اتلتيكو والرجاء او الوداد البيضاوي. طبعا ده ضمن حاله التركيز الكبيره جدا، اللاعبين الجهاز الفني مدركين اهميه المباراه، مركزين جدا، مركزين ان هم يسعدوا كل جماهير النادي الاهلي. زي ما انت قلت يمكن النتائج في اخر كام مباراه في الدوري خاصه ما كانتش افضل حاجه، ده طبعا حافز ويعني حمل كبير على اللاعبين مصممين النهارده ان هم يصالحوا جماهير النادي الاهلي ان شاء الله تزين جنبات ملعب الاهلي والسلام، وتكون النهارده من افضل واهم العوامل المحفزه زي اللاعبين وفي ظهرهم. يتبقى بس يا احمد زي ما قلنا يمكن التوفيق اللي غاب شويه عندنا في ماتش الرجاء الاولاني هنا، كنا ممكن نحسبه بنتيجه عريضه، ان شاء الله يكون التوفيق مع اللاعبين النهارده ويقدروا باذن الله بعزيمتهم واصرارهم وجهدهم وجهد كل لاعبين النادي الاهلي ودعوات الجماهير ان شاء الله ان هم يحققوا نتيجه ايجابيه تساعدنا كتير جدا في مباراه العوده بعد اسبوع ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز محمد توفيق من داخل مقر اقامه النادي الاهلي في معسكره استعدادا لمواجهه وفاق الصيف النهارده. وخليني ارجع مع حضراتكم نتابع كده ونفتكر مشوارنا ايه السنه دي في النسخه الجديده من بطوله دوري ابطال افريقيا. البدايه كانت مع جندارمري ناسيونال بطل النيجر اللي انتهت مباراه الذهاب في النيجر بنتيجه 1-1، ورجع الاهلي وحقق فوز عريض، هو الفوز الاكبر في النسخه دي من بطوله دوري الابطال بنتيجه 6-1. بعد كده ابتدى الاهلي يدخل في دور المجموعات، والمواجهه كانت مع الهلال السوداني في البدايه، انتهت المباراة بنتيجة التعادل بنتيجة 0-0. لو تفتكروا المباراة دي كانت بعد العودة من كأس العالم للأندية. بعد كده الأهلي أمام سان داونز في القاهرة، الخسارة المفاجأة واللي ما كانتش متوقعة بعد عرض محترم، وده برضو واحد من الدروس المهمة جدا جدا جدا، إزاي تستحوذ وإزاي تسيطر وإزاي تهاجم وإزاي تخلق فرص، والأهم من كل ده إزاي تترجم ده لأهداف. عشان كده انتهت المباراة دي بنتيجة 1-0 لسان داونز. ومن بعدها كان مواجهة الأهلي مع المريخ السوداني، المباراة اللي كانت اتأجلت بسبب مشاركة الأهلي في كأس عالم الأندية، وقدر الأهلي يحسمها لصالحه بنتيجة 3-2، وكان أول فوز في دور المجموعات للنادي الأهلي. بعد كده الحقيقة يمكن الأهلي والمريخ كان مباراة الرابعة في دور المجموعات انتهت لصالح النادي الأهلي 1-0، وبعد كده سان داونز والأهلي 3-1، والمريخ السوداني والأهلي بنتيجة 1-0 لصالح النادي الأهلي، وحسم الأهلي تأهله كتاني المجموعة ورا سان داونز في مواجهة الرجاء المغربي اللي تصدر مجموعته. بالمناسبة الرجاء المغربي كان بيلعب مع وفاق الصيف، رجاء تصدر المجموعة ب 15 نقطة، وفاق الصيف جه في المركز الثاني برصيد 9 نقاط. الأهلي تفوق الحقيقة على الرجاء في القاهرة بكل على كل المستويات يعني، ولكن النتيجة يمكن ما عكستش حالة التفوق دي، كان من الممكن جدا المباراة دي تنتهي بسكور كبير جدا يريح الأهلي في مباراة العودة ويريحنا من حالة الضغط والشد العصبي، لكن قدر الله ما شاء فعل الأهلي قدر انه يحسم المباراة بنتيجة 2-1، وقدر انه يتعادل في المغرب بنتيجة 1-1 عشان يوصل للدور قبل النهائي في مواجهة وفاق الصيف. وفاق الصيف يمكن مش من الفرق الكبيرة او الفرق اللي ظهرت بقوة في افريقيا في السنوات الأخيرة، لكن ده ما يمنعش ان هو فريق عنده من الدوافع، واهمها وصوله للدور ده في بعض الاوقات بتبقى الدوافع والحوافز
مش بس مرتبطة بطبيعة الخصم ولا اسمه ولا إمكانياته، لكن مرتبطة بالهدف بتاعك، مرتبطة بالحلم اللي أنت ممكن تحققه، وخصوصا لما تبقى قريب قوي منه وعلى بعد من 180 دقيقة أنك توصل لنهائي دوري الأبطال، أهم وأقوى وأكبر مسابقة في أفريقيا. الحلم ده في حد ذاته هيخلي المواجهة مع وفاق الصيف النهاردة في منتهى الصعوبة. نتمنى إن شاء الله نكون جاهزين ونكون في أحسن مستوياتنا، وهنرجع نتكلم في تفاصيل أكتر بس بعد الفاصل. بعيون جزائرية خلينا نشوف لقاء النهاردة. هيكون معنا كابتن فريد الملولي، طبعا قائد فريق وفاق الصيف الجزائري السابق. وبالمناسبة يعني اعتقد انه لو الذاكره تمام، كابتن فريد كان فاز بلقاء او بدوري ابطال افريقيا نسخه 2014 مع فريق وفاق الصيف. خلينا نرحب بيه كابتن فريد، مساء الخير واهلا بيك على شاشه النادي الاهلي. مساء الخير استاذ سمير، كيف الحال؟ اهلا بيك، اهلا وسهلا. يعني طبعا لقاء مهم جدا بيجمع بين مبارك وكل عام وانتم كل سنه وانت طيب، وكل سنه والشعب الجزائري دايما طيب وبخير ان شاء الله يا رب العالمين. لقاء بيجمع بين اشقاء النهارده في يمكن اهم بطوله في كره القدم في القاره الافريقيه قبل نهائي دوري الابطال. بالتاكيد كل فريق عنده الرغبه وعنده الطموح في الوصول للمباراه النهائيه. ازاي بتشوف فرص الفريقين، وازاي بتشوف استعدادات وفاق الصيف لمواجهه الاهلي؟ هو طبعا كبير افريقيا سواء طبعا بحكم عدد البطولات اللي حققها او كونه حامل لقب لاخر نسختين من دوري الابطال. نعم، الأهلي هو هرم من أهرامات الكرة الإفريقية، هو المتوج بآخر لقبين إفريقيين في آخر نسختين، هو المتوج بعشر بطولات إفريقية، والذي يملك في جعبته 142 أو 143 لقب. مباراة اليوم راح تكون بين فريقين يعرفين بعضهم البعض جيدا في البطولة الإفريقية، تواجها من قبل في العديد من المرات، سنة 88 وسنة 2015 في السوبر الإفريقي، وفي سنة 2018 وهذه المواجهة الرابعة مع بعض. أظن أنهما كتابان مفتوحان لبعضهما البعض، كل فريق يعرف نقاط قوة الخصم سواء الأهلي أو وفاق الصيف. نتمنى إن شاء الله أن نشوف مباراة جيدة تليق بسمعة الفريقين وبسمعة البلدين. المباراة الأولى هي المباراة الأصعب بالنسبة لوفاق الصيف بما أنها تتلعب على ملعب النادي الاهلي استاد الاهلي والسلام، وبين جماهير النادي الاهلي، وبالتالي بالتاكيد في سقف للطموحات. من وجهه نظرك الوفاق هيلعب على ايه في مباراه القاهره؟ يلعب جيم مفتوح رغبه في حسم مبكر، ولا يلعب بحاله من حالات بالتحفظ املا في انه يخرج بتعادل سلبي او تعادل ايجابي يساعده ويسهل من مهمته في مباراه العوده في الجزائر؟ نعم، اظن ان الوفاق راح يلعب كامل حظوظه في هذه المباراه، لانه لا يمكن ان ينتظر حتى مباراه العوده. لذلك اظن انه سيدخل زي المباراه الماضيه لما دخل امام الترجي التونسي وفاز عليه في ميدانه في راس. لذلك اظن ان الوفاق سيعمل كل ما بوسعه للعوده بنتيجه ايجابيه من ملعب الاهلي اليوم، وخاصة في غياب عمرو السوليه ومحمد عبد المنعم المدافع، وهما زي ما تقولوا عمود الثقل بتاع الفريق. لذلك اظن انه الوفاق اليوم سيلعب المواجهة مستريح قليلا بالنظر الى تركيبة الاهلي التي سيدخل بها اليوم. احنا عندنا في مصر هنا ما بتفرقش معانا الغيابات، بنقول دايما مقولة كده شهيرة، الأهلي بمن حضر. طيب خلينا نروح معاك نعم، الأهلي بمن حضر. نعم نعم نعم، أنت لك كل الحق أنك تقول أن الأهلي بمن صحيح حضر، ولكن صحيح. نعم، ولكن اللاعب لما يكون ناقص منافسة لا يمكنه أن يقدم الأداء الذي ينتظر منه لما يكون لاعب الأساسي في المكان. طيب خليني أروح لنقطة تانية، وهي المسابقات المحلية وتأثيرها على او انعكاسها على مستوى الفريق في البطولات القاريه. يعني السنه دي الحقيقه وفاق الصيف يمكن في مسابقه الدوري الجزائري مش في احسن احواله، اعتقد يمكن قبل مواجهه الاهلي بيحتل المركز التاسع. هل بتشوف ده ممكن يكون ليه تاثير بشكل من الاشكال على مستوى الفريق وعلى قوته وقدرته على مواجهه ابطال الدول الافريقيه، مش بس بتكلم على الاهلي، حتى على قبل كده طبعا نتائجه في دور المجموعات خسرته من الرجاء ذهابا وايابا. هل بتشوف في ربط بين المسابقات المحليه والبطولات القاريه؟ لا لا، ما في ربط بين البطولات المحليه والافريقيه. لذلك لا يمكننا ان نحكم على الفريقين سواء الاهلي او الوفاق. الاهلي الان
في المركز الثالث كذلك بنقص 3 مباريات على بعد 8 نقاط على المتصدر الزمالك. الوفاق بنقص 5 مباريات وهو في المركز التاسع. الوفاق خسر ذهابا وايابا امام الرجاء في دوري المجموعات والاهلي كذلك امام صن داونز الجنوب الافريقي. لذلك لا يمكن الحكم على الفريقين في ظل المواجهات السابقه. الاهلي بمن حضر والوفاق بمن حضر، وان شاء الله نرى مقابله جيده تليق بسمعه الفريقين سواء الاهلي المصري او الوفاق الرياضي الصيفي الجزائري. لذلك اظن أن مباراه اليوم ستلعب على جزئيات صغيره جدا، وكل فريق يعرف نقاط قوه خصمه وكل فريق يعرف نقاط ضعفه. لذلك اظن انها ستكون مواجهه مفتوحه للفريقين. خليني اخذ رايك في بعض الاخبار اللي تم تداولها ولم يتم حسمها حتى اللحظه، يعني حضرتك بالتاكيد تعرف انه الوداد المغربي وضع بالفعل قدم في المباراه في الوصول للمباراه النهائيه بعد تغلبه على بيترو اتلتيكو بنتيجه 3-1، مباراه العوده منتظرينها يوم الجمعه اللي جايه. كان في بعض الاخبار اللي تم تداولها لم يتم حسمها، وده انا برضو بقوله لجماهير نادي الاهلي انه لم يتم حسم الامر بشكل رسمي او نهائي، انه مباراه نهائي افريقيا هتتلعب في المغرب للعام الثاني على التوالي. ازاي ممكن تستقبل او تقرا خبر زي ده كابتن فريد؟ من المفروض ان البلدان التي تنشط الان دور نصف النهائي لا يمكن لها استضافه النهائي، وهذا حق مشروع لكامل الفرق انها لا تستضيف او لا تقبل استضافه اي فريق ينشط الان في الدور نصف النهائي لكي ينشط النهائي وفي ملعبه وفي بلاده. لذلك اظن انه يمكن للفرق ان تاخذ احترازات او تطعن في هذا القرار في من جهه الكاف. سفيان خضيري حارس مرمى الوفاق، الحقيقه انا شفته وتابعته في مواجهتين دور الثمانيه، مواجهه الترجي ذهابا وايابا، الحقيقه كان ليه دور كبير جدا في حسم النتيجه لصالح وفاق الصيف. هل تتوقع انه يقدر يقوم بنفس الدور ده امام الاهلي المصري؟ لا، سفيان خضيري سبق له وان لعب معي، ولما كنت القائد الفريق في 2014-2015 وهو كان له الفضل الكبير في تتويج بكاس رابطه ابطال افريقيا انذاك في عام 2014، وكان له الفضل في الفوز بضربات الترجيح امام الاهلي المصري لما صد ضربه ترجيح لاعب الاهلي. اظن انه يستحق هذه المكانه التي وصل اليها سواء هو او حتى محمد الشناوي مصر الاول. لذلك اظن انهم حارسان عملاقان سينشطان دور نصف النهائي. اتمنى لسفيان خضيري ان يكون في يومه لما زي ما كان امام ترجي. لذلك اظن وما يسعني الا ان اقول له ربي معك وربي يعاونك اخي سفيان، وله الفضل وكل الفضل في وصول الوفاق الى دور نصف النهائي. كابتن فريد المالولي طبعا قائد فريق ونجم طبعا فريق وفاق الصيف الجزائري السابق، بشكرك شكرا جزيلا على التواصل معنا في السادسة. وخليني قبل ما اكلم حضراتكم يمكن على نجوم الفريق واقرب لحضراتكم طريقه لعب وطريقه تفكير والسيناريو المتوقع لماتش النهارده والتشكيل المتوقع وطريقه لعب مستر موسيماني في مواجهه وفاق الصيف النهارده. اسمحوا لي نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم بعد الفاصل في السادسة. قصة باملاك تيميا الحكم الاثيوبي اللي هيدير لقاء النهارده، ودايما في الادوار بالذات ادوار خروج المغلوب، يعني دايما في الماتشات بتاع دور المجموعات بيبقى عندك فرصه للتعويض، الحسابات بتبقى حسابات نقط، فبالتالي حتى لو صادفت في مشوارك
حكم أثر بشكل متعمد أو غير متعمد، يعني مش دايما مش هنفترض سوء النية، بس في أوقات كتيرة جدا في حكام في النهاية بيأثروا على نتائج الماتشات، وإحنا كأهلاوية يعني عندنا تاريخ طويل جدا بطولات ولقاءات بفعل فعل خرج منها النادي الأهلي بسبب التحكيم تحديدا، وبالتالي في دور المجموعات بيبقى سهل عليك انك تتقبل انه في ماتش بالكتير ماتشين يجي لك حكم ياثر على نتيجه مباراه، لكن في ادوار خروج المغلوب وخصوصا في دور مهم زي دور قبل النهائي بتبقى حاطط ايدك على قلبك شويتين من ناحيه التحكيم، وخصوصا ان بيبقى عندك تقريبا اربع مواجهات ذهاب وعوده في ناحيتين، يعني اربع حكام في افريقيا، اعتقد ان في حكام كتير جدا تقال ومصدر ثقه لكل جماهير الكره على مستوى القارة الإفريقية، ويشهد لهم الجميع بالنزاهة وبالكفاءة كان من الممكن ان هم يعني يديروا اللقاء دي. لكن على كل الاحوال برضو الكرة في ملعبنا، وفي النهاية ان شاء الله الرهان على رجالتنا وعلى ابطالنا تحديدا في مواجهة النهاردة، ويوم السبت الجاي نبقى بنلعب مرتاحين ان شاء الله في مباراة الجزائر. خليني اقول لحضراتكم مشوار وفاق الصيف، تقروا كده معايا نتائج الفريق في النسخة الحالية من دوري الابطال. البداية كانت مع نواديبو الموريتاني في طبعا الدور التمهيدي قبل الوصول لدور المجموعات، والنتيجه كانت بخساره وفاق الصيف بنتيجه 3-1 في مباراه الذهاب، لكنه عاد وصح اوضاعه وتاهل بقاعده الهدف خارج الملعب بهدفين بيتم احتسابه بهدفين، وقدر يفوز بنتيجه 2-0. طبعا الهدف اللي احرزه في مباراه الذهاب كان هو سبيله للتاهل لدور المجموعات، يعني تاهل نقول نوعا ما بمعاناه. البدايه كما كانت امام هورايا كوناكري الغيني خارج الملعب، و كان أول مباريات الوفاق في دور المجموعات، وكانت المباراة انتهت بمكسب لصالح وفاق الصيف بنتيجة 1-0 خارج أرضه. المباراة الثانية كانت على ملعبه، خسر قدام الرجاء المغربي اللي تصدر نفس المجموعة بنتيجة 1-0، ثم مواجهة أمازولو وفاز أمازولو على وفاق الصيف بنتيجة 1-0. هنكمل مع حضراتكم بس تسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم على طول في السادسة. هكمل مع حضراتكم بس قبل ما انقل على بقيه اخبار مباراه النهارده على بقيه مشوار وفاق الصيف في دوري الابطال. احنا يمكن استعرضنا الدور الاول من دوري المجموعات او الجوله الاولى من دور المجموعات. الدور الثاني الحقيقه كان وفاق الصيف بعيد جدا بعد الثلاث مواجهات الاولى، لكن الماتشين اللي بعد كده قدر وفاق الصيف انه يضيف لرصيده ست نقاط كانوا مهمين جدا. قدر يتغلب بدايه على امازولو بنتيجه 2-0، وقدر يتغلب على هورويا كوناكري الكيني بنتيجه 3-2، والماتشين دول او نتيجه المباراتين دول هم اللي حسموا المركز الثاني في المجموعه لصالحه، وتاهل في المركز الثاني ورا الرجاء اللي قدر في الجوله الثالثه او الجوله السادسه بقى في دور المجموعات انه يكسب وفاق الصيف مره ثانيه، بس المره دي في المغرب بنتيجه 1-0، يعني هو خسر من الرجاء ذهابا وايابا. بعد كده تاهل لدور الثمانيه، وكانت من قرعته انه يواجه الترجي التونسي، وتحت كلمة الترجي التونسي دي حط 100 خط. أنا متأكد إنه بعد انتهاء الجولتين يعني لعيبة والجهاز الفني وجمهور الترجي التونسي يعني بيعضوا أصابع الندب، لأن المباراة الحقيقة بكل الحسابات والمقاييس والمنطق وغير المنطق كان المفروض إنها تنتهي لصالح الترجي وتأهل الترجي لمواجهة الأهلي، لكن كرة القدم زي ما قلت لكم لا تعترف بأي مقدمات. ومن هنا بتكمن خطورة وفاق الصيف. قدر وفاق الصيف انه يتعادل على ملعبه بنتيجه 0-0 في الجزائر، ويروح لتونس في مباراه ومواجهه صعبه جدا مع واحد، خلينا نتفق انه الترجي واحد من اقوى الفرق والانديه الافريقيه في اخر 10 سنوات، ودايما في الادوار النهائيه حاضر. وكانت الكل متوقع بعد العرض القوي اللي قدمه الترجي في الجزائر واهداره العديد من الفرص السهله انه يفوز بنتيجه ساحقه، ولكن تمكن وفاق الصيف من حسم المباراه بنتيجة 1-0 من استغلال، مش من هجمة حتى مرتدة، ده من استغلال خطأ ساذج جدا لمدافع الترجي التونسي، قدر من خلاله ان هو يحط هدف المباراة الوحيد. وتألق الحقيقة سفيان خضيرية حارس مرمى وفاق الصيف ساهم بشكل كبير جدا في انه نتيجة المباراة تنتهي بالنتيجة دي وتخلص بنتيجة 1-0. 180 دقيقة درس من دروس كرة القدم، ازاي تخلق أكتر من 10 أو قول كمان 15 وأنت مرتاح ومطمن، 15 فرصة هدف مؤكد ما تسجلش منهم ولا فرصة. عشان كده بقول لك في الماتشات اللي زي دي الاستحواذ والسيطرة وخلق الفرص والهجوم المستمر ملوش لازمة، ملوش معنى لو ما كانش في ترجمة حقيقية للفرص والاستحواذ والسيطرة على المباراة، وده اللي مطلوب من لاعبتنا النهاردة. انسى خالص لقاء العودة في الجزائر كمان أسبوع، وانسى تماما مباراة النهائي بالتأكيد. وأنا عارف أنه مدرسة الأهلي وفلسفة الأهلي
وطريقه وتفكير النادي الاهلي ابدا مش بيفكر غير في ال 90 دقيقه النهارده. الاهم ان احنا نستغل الفرصه دي عشان نضمن ان شاء الله ان احنا نبقى مرتاحين في مباراه العوده ونضمن تاهل مرتاح للمباراه النهائيه. خليني اقول لحضراتكم زي مباراه النهارده ما هي مهمه، بكره افكركم في مباراه مهمه جدا جدا. الفريق الاول لكره اليد رجال في النادي الاهلي النهارده بيخوض المران الختامي، هيكون الساعه 9 بتوقيت القاهره والساعه 8 بتوقيت النيجر، وده طبعا استعدادا للمواجهه المنتظره، مواجهه سوبر افريقيا اللي هتجمع طبعا بين الاهلي والزمالك في بطوله السوبر الافريقي. وطبعا المباراه هتتلعب بكره ان شاء الله الحد على لقب كاس سوبر افريقيا، بالاضافه طبعا لانه الفايز منها هيتاهل لبطوله كاس الكؤوس اللي هتقام برضو في النيجر في خلال الايام المقبله. والفايز هيلعب بطوله اسمها السوبر جلوب، يعني الفرقتين هيلعبوا كاس السوبر لكن كاس الكؤوس، لكن طبعا الفايز بكره هيلعب السوبر جلوب، والبطوله دي هتقام في السعوديه. بعثه رجال اليد للاهلي اللي بتشارك طبعا في نهائي السوبر الافريقي وكاس الكؤوس بيضم كل من سيد محمد السيد، عبد الرحمن طه، عبد الرحمن حميد، عمر خالد كاستلو، احمد هشام سيسا، محسن رمضان، مهاب سعيد، محمد لاشين، اسامه الجزيري، عبد الرحمن فيصل، كابوتيه، مصطفى خليل، اسلام حسن، اكاسيو مركاز، ومحمود نعمان، ابراهيم المصري، احمد عادل، وياسر سيف. كل التوفيق لرجالتنا بكره ان شاء الله باذن الله. ومعاهم طبعا عبد الله عبد السلام كابتن، لا طبعا نروح لكره الطايره، نروح لكابتن عبد الله عبد السلام كره الطايره، لان الحقيقه ماتشات الصالات اليومين دول كتيره كلها وعلى بطولات والقاب. ان شاء الله كل التوفيق لرجالتنا. طبعا يمكن كابتن عبد الله قال ان بطوله افريقيا بالنسبه للاعيبه الاهلي وفريق النادي الاهلي ليها اهميه خاصه جدا، اهميه كبيره جدا، وان كل الفريق في حاله تركيز كبير جدا عشان يتم التتويج بالبطوله وانهاء الموسم بشكل جيد. واوضح ان الموسم ده يعني كان طويل وشاق جدا على الجميع، ده طبعا تصريحات كانت قبل السفر لتونس للتستضيف البطوله، وقال انه المنافسه بالتاكيد مش هتكون سهله على الاطلاق وفي فرق قويه جدا بشاركه في البطوله. واشار كابتن عبد الله عبد السلام كمان انه الفريق هيتسلح طبعا بشخصيه الاهلي وبروح الفانيله الحمراء عشان يقدر يقدم العروض اللي تليق باسم النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله يكون التتويج من نصيب رجالتنا. النهارده القرعه هتتم ان شاء الله، والبطوله هتبدا بكره، بدايه من بكره. كل التوفيق لرجاله الطايره وكل التوفيق لرجاله اليد، وان شاء الله باذن الله تكون القاب جديده هتضاف لخزائن النادي الاهلي. عايز اقف مع حضراتكم في نقطتين. النقطه الاولى مرتبطه بالعداله والشفافيه، ويمكن انا عارف انه كتير من جماهير النادي الاهلي بمجرد ما سمعت انه بطوله او نهائي بطوله دوري الابطال هتتلعب في المغرب كانت علامه استفهام كبيره جدا، مش بس عشان الفريق المغربي واحد من اطراف المربع الذهبي، يعني فرصته كبيره جدا، هو بالفعل بعد انتهاء نتيجه مباراه امبارح ونتيجه الفوز خارج ارضه بنتيجه 3-1 اقدر اقول لكم انه صعب جدا، سيناريو مستبعد نسبه احتمال، عارف الكره ما فيهاش مستحيل وكل حاجه وكل الكلام ده، بس بعد ما الرجاء يكسب بره ارضه 3-1 وتبقى مباراه العوده في مركب محمد الخامس يوم الجمعه اللي جايه، صعب انه الرجاء تستبعده من انه يكون طرف من اطراف النهائي. فكون يبقى في فريق وتطلع او يتم، يعني مش عارف طبعا ده بفعل فاعل مقصود منه ايه، لكن فكره انه يكون في خبر انه المغرب هي اللي هتستضيف المباراه النهائيه لدوري الابطال، ده مش بس عشان وجود المغرب كطرف محتمل في المباراه النهائيه، لكن كمان عشان النهائي السنه اللي فاتت اتلعب في نفس الملعب، فبالتالي كان مهم جدا وكانت علامه استفهام كبيره جدا، كنا ننتظر توضيح كبير ليها. يمكن بعد حاله الغضب والكلام اللي اتقال من جماهير النادي الاهلي حتى على السوشيال ميديا بدانا نسمع عن اخبار تم تداولها ان المباراه هتتلعب في نيجيريا. انا اظن وفي ظني وتقديري، وده ليس خبر مؤكد زي ما قلت لكم او خبر رسمي، انه الاتحاد الافريقي هيبعد بنفسه عن الشبهات، وما اعتقدش انه في حاجه ماسه انه يكرر نهائي مره ثانيه على ملعب المغرب حتى وان لم يكن الوداد المغربي طرفا في النهائي. خلينا نروح لكابتن محمود الخطيب، ومناسبة طبعا اللقاء المصري الجزائري، كابتن محمود الخطيب كان حريص على استقبال دكتور مختار وريدة سفير مصر في الجزائر. الاستقبال كان النهارده ظهرا في فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد، بدايه طبعا كان الترحيب من كابتن محمود الخطيب بمعالي سفير مصر في الجزائر، واكد طبعا على الدور اللي بتقوم بيه الخارجيه المصريه على كل مستويات الحقيقه في دعم كبير بتقدمه مش بس للانديه المصريه لكن لكل المنتخبات المصريه اللي بتخوض منافسات خارج مصر. واعتقد ان السفاره الجزائريه طبعا هيكون ليها دور كبير جدا في استقبال بعثه الاهلي الاسبوع القادم. بشكر حضراتكم على المتابعه، وباذن الله ان شاء الله كل التوفيق يكون لرجالتنا. بكره حلقه السادسه باذن الله
نكون بنهني حضراتكم ونبارك لكم على فوز كبير يحققه الاهلي على وفاق الصيف. بشكر حضراتكم وعلى كل خير، نتقابل بكره ان شاء الله.